وقعت الجامعة البريطانية في مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ويهدف البروتوكول لتنظيم الأحداث الرياضية ذات البعد التنموي، وكذلك تدشين أكبر ماراثون جامعي يستهدف آلاف الطلاب، والمقرر عقده في 14 من أكتوبر المقبل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الشروق. في دلوقتي 20 عضو هيئة تدريس موجودين في الجامعة، شغالين فقط ان هم يعملوا مشاريع، اذا كانت خدمة مجتمع، اذا كانت أنشطة طلابية، اذا كان تعليم وتعلم، اذا كان ابحاث، كلها تبقى متوائمة مع اهداف المبادرة بتاعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة. احنا بنتعاون مع المجتمع المحيط من خلال القوافل الطبية، من خلال تعليم الطلبة، اهم حاجة المواطنة، دي اهم حاجة عندنا. طيب الجامعة البريطانية في مجال المواطنة ده اشتغلت بقى لفترة طويلة في انها بتطلع مع القوافل الطبية بتاعت رئيس الوزراء، بتطلع في عندنا كلية طب الأسنان بتساعد في معالجة الناس مجانا، عندنا كلية القانون بتعمل حاجة عيادات قانونية مجانا. في الحقيقة احنا اصلا نزلنا وبدأنا الشغل على الارض قبل توقيع البروتوكول، نزلنا في عدة مبادرات منها مبادرة انسي الحياة اللي تمت بمحافظة الفيوم. طبعا كان في للجامعة البريطانية دور كبير جدا ومساهمة على الارض معانا في الكرة الاكثر احتياجا، منها القوافل الطبية طبعا بالاضافة الى القوافل الدعم النفسي للمدرسين ازاي يتعاملوا مع الطلبة، ده برضو كان شق كنا شغالين فيه، ودكاترة الاسنان ده برضو كان شق احنا كنا برضو بنتعاون فيه مع الجامعة البريطانية.